نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم فيديو جديد في القناه ديالي، كما كتلاحظوا هنايا فهو خارجه معايا الكاسابالاطا. اللي ما كيعرفش كاسابالاطا فهي سوق كبير في طنجه، فيه جميع ما تتخيلون اللي بغيتوها كتجبروها في هذا السوق هذا. انا جيت اليوم ندير شي دويره ونسخر شي سخره، قلت علاش لا ما نصورلكمش تشوفوا الجديد. وكما كتلاحظوا هنا الدنيا راه خاويه، حيت الايامات العاديه كتكون عامره بزاف، فالناس باقين متبعين الحاجه ومتبعين هذا. طلبوا الله يحيد علينا هذا الوباء. شوفوا البنات هاد المحل، شوفوا شنو عنده داكشي غزال. انا حمقني بعد هادشي، هذا هائل ورائع وجميل جدا. كما كتلاحظوا هنا كاين طباسل، كاين صينيات، كاين فرقات الحلوى، يعني جميع اللي تخيلوه كاين هنا. كما كتلاحظوا انواع الفراقات الحلويات بالنسبه للضيافه، بالنسبه للتصوير. كما كتلاحظوا هنايا دائما الجديد. وكما شرط ليه هنايا فيه كل شيء اللي بغيتو في كاسابالاطا موجود، مواد الغذاء، مواد التنظيف، الاثاث، الزرابي، اللي بغيتو اللي بغيتو كتجيو هنا كتسخروا مع راسكم وكتمشيو. Thank you.
كانت هذه هي الجولة ديالنا سوق كاسا بلاطة. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو مع الأصدقاء. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش التعليق. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.